عايزك تركز معايا في الفيديو ده عشان في اعلامي كبير اسمه محمود سعد اتكلم في موضوع احمد رفعت وقال لك الخلاصة وقال لك المفيد كله في فيديو مش مكمل دقيقتين ونص حتى. فكل اللي انا محتاجه منك انك تركز في كل كلمة هو بيقولها، واتمنى ان الفيديو ده يلف في مصر كلها. الموضوع واضح زي الشمس والناس معروفة والحكاية معروفة، يعني الحكايه مش مستخبيه، والراجل طلع لنا من اوضه من الانعاش قال لنا اللي عملوا فيها دول هم، وبعدين مشي. عايز ايه تاني؟ عايز ايات اكتر من كده؟ ايه؟ ان في ذلك لايات افلا يسمعون. لا تقتلوا الشباب، لا تقتلوا احلامهم، لانه على فكره ده لما يحصل لاحمد رفعت في كتير جدا يقول لك شوف مفيش فايده، احنا بقى نمشي، احنا نشتغل كذا، احنا مساله حق احمد رفعت وحق كل شاب، واحيانا يبقى في حدث يفجر قضايا كتير جدا جدا، حدث كبير. وانا قلبي مع الام جدا يعني لابعد درجه، والحدث كبير، واعتقد انه يكبر اكتر بتضافر كل الناس على انها تظهر الحقيقه، لانه الحقيقه دي لو طلعت حد في الناس ديت اتحاكم او اعلن عن موقفه او اي حاجه زي كده، ما تعرفوش قد ايه الحكايه دي تدي نفس للناس، نفس كانه خد كده كميه اكسجين كده، يعني نفس كبير، تحس انه كويس قوي. انما هي فرصه للاصلاح، فرصه لان احنا نستغل الحدث ده، وانه موت شاب جميل ولعيب كبير وربنا يرحمه رحمه واسعه، ونحرك بيه، نقوم احنا كده نريح قلبه ونريح قلبنا، ويبقى عندنا امل، ويبقى عندنا امل في بكره. لكن بصراحه من غير كده يعني احنا كده بندوس قوي، يعني بندوس قوي ضغط شديد، لان انت ممكن تدوس عليا شويه كده او تاثرني سنتي اتنين، انما لو عايز تخليني متر ده بقى بتبقى صعب شويه، تبقى دمرتني يعني. الراجل وقع وصايم من القهر ومن الظلم ومن كذا، وبعدين يقول عليه بقى ياخد منشطات يا جدعان حرام عليكم، عشان ايه؟ عشان في حاجه، في شغل، في لعب، في ولد لازم ندمره. مش بس الولد ده، بيدمروا النظام وبيدمروا اللعبه، اللعبه اللي الناس كلها بتحبها وتسال احنا مالنا كده؟ نروح هنا ولا هنا؟ يبقى منظرنا مش كويس. ليه؟ ما هو ما انت عرفت ليه اهو؟ ما هو قدامك اهو، نجيب مدرب اجنبي، نجيب مدرب مصري، كله زي بعض، احنا ما بنعملش حاجه من التمثيل المشرف. ليه تمثيل مشرف؟ لان في عندنا حاجه، في عندنا حاجه، في عندنا سوس عمال ياكل 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 وينخر في الشجره بتاعتنا. طبعا بعد ما سمعنا الفيديو اتمنى زي ما قلت لك في اول الكلام، ان انا عايز الفيديو ده يلف في مصر كلها، او عايزه يلف في السوشيال ميديا كلها، عشان خاطر في ناس كتيرة تحاول تتعظ بالكلام اللي هو قاله. سلام.